تونس مغاوري. لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا ها؟ بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت عمرو مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس انا بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك تقعدي هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه قعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت بقى. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف في ميه في حاله يا عمرو ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ اه دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلو قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في المية؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في المية؟ بقولك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من المية. خلاص يا عم ما توقفش فينا كده. اه بقى بيبي في المية اهو اهو بيعمل اهو بيبي في المية. انت سامر قاعد في المية بس بقى يا بنت ساكت بقى. هما بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نفتح مخبار. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل لابس ايه ده. انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما هو برضه الواحد ليه طاقه يعني. انا دافع عنك اقول ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايدي بس اه خلصت مش شفت. اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبنا يا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق قد انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في المدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بالكذب انا قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد مش ملاحظ دماغه والتاني فيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلك زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يالا بس انا بتاعي. لا لا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعه نوصل ساعه زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر.
هو بدير ده بعيد ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري يا عم. اقتراح يا صالح. مجرد اقتراح. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد عربيتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه، ابويا معاقدني وسحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي يا جمال مين؟ سامي يا جمال الفنانه. سامي يا جمال. انت يا ابني سامي يا جمال يا ابن الرحافه. انت متخلف يا ابني. ايه اللي بتقوله ده يا جماعه؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامي يا جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامي يا جمال يا جماعه. ابويا معجب بسامي جمال، يعني بيك فان لسامي يا جمال، فاشترى العربيه بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان، والعربيه دي بتمشي ولا لا بترقص؟ لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا طعلوق؟ ليه عرفت على الرزق؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هواير عشان نتصلح. خف ايدك شويه. انت صاحبك النجم بقى. خف ايدك شويه. معلش يعني دي هواير 20 جنيه. ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمه جاي يا بطل. انا معتمد عليك اعتماد كلي. بكره رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي انك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعه. ابويا لا. ايه ده صالح؟ هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انت يا عمرو انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا بتنسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكرتير الكونتات. بيكسر التابلوه. دي حاجه بامير. بتتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ صح. عشان تعرف ان حقنا. صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيع. بالراحه. بالراحه. بس 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 استنى ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقول لك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا ودور العربيه. ها مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. يا رب. يلا بحفظ المولى عز وجل. اصطباحتك لبن يا معلم بدير. فينك؟